كتب التاريخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الحاج فيصل عبد العزيز البقاعي، وهذا الجزء هو الجزء العاشر من هذه المقابلة. أستاذنا الكريم، بدنا تحدثنا عن حياتك العملية منذ الوصول إلى منطقة الرفيد زائد ثم ثعلبة ثم سعد نايل. سيدي، أول ما جينا على سعد نايل اشتغلنا طبعا زرع التوم والبصل والعشابي شو اسمه، اشتغلنا مدة شي سنتين، بعدين صرنا نرجع ننقش زريع الخضرة مثل كوسة بندورة خيار ملفوف أرنبيط. كمان اشتغلنا شي 3 سنين شو اسمه، فرزنا المصلح مظبوط. من يعني بدك تقول شي 5 سنين 5 سنين ونص، من 15 لصرت بال 20 21، منتصف ال 21 بعدين تركت الزرعة واشتغلت بالبطون منتصف ال 55، منتصف ال 56 في بيروت. شو يعني في البطون؟ نعم. بإيش يعني في البطون؟ في أي مجال؟ بطون الحجارة، دق حجارة، بلوك. بلوك نعم. إيه بطون. إيه بعدين جينا نقلت، تركت بيروت وجيت اشتغلت بثعلبة. كفيت 56 و57 البطون. نعم. جمدنا حالنا شوي، رحنا ضمننا أرض أنا وقربي إلنا، ضمننا أرض بشتورة. أخذنا 50 دلم أرض. زرعنا منهن 25 دلم كوسة، 10 دلمات خيار، 10 دلمات قمح، وضل عنا 5 دلمات زرعنا اسم بندورة ولوبي، ومشينا وصرنا نشتغل. بس صار نكش زرعنا الموسم وكذا، لما طلع الموسم نزلنا أول يوم وثاني يوم، نزلنا 4 أيام على السوق على بيروت. أنا نزلت يومين وقربت نزل يومين على السوق. بعدين طلع قرار من قائد الجيش الفلسطيني بده تصريح. بدون تصريح؟ بدون تصريح ممنوع، لأنه كان في مشاكل بالبلد، كان في حرب شمعون. شو حرب شمعون عمي؟ شمعون كان بده يستمر لآخر ساعة. كان في خلاف بينه وبين الحزب التقدمي، كان في جنبلاط هذيك الأيام، كانوا مدعوم من سوريا الجنبلاط، ومع القوى الإسلامية، وفي الحزب القومي كمان تحرك ضد الدولة. حزب المجتمع السوري. حزب القومي السوري. المهم. شمعون شو بده يخلص لآخر مدة؟ إلى إيش بده يخلص؟ لآخر مدة آخر 58. أي يعني كان عنده هو مدة رئاسته لل 58. هو استلم ب 52، 6 سنين ل 58 لا يخلص. واشتغلوا ضده، بدين يخلصوه قبل ترمه. يعني قبل 5 6 أشهر 8 أشهر. شو المشاكل اللي صارت بنات ما بعرف. المهم منعونا من شتورة ننزل على بيروت إلا بتصريح من قائد الجيش، وهي البيان طلعوا قائد الجيش مش راح يعطي تصريح للفلسطيني، فما عادش نزلنا على بيروت. إحنا صار شو يطلع عنا رزق ضاع، خضرة كوسة خيار بندورة بدنا نبعثها على السوق، نبعثها مع شوفير اللي بيحمل بالمنطقة الجيران. كان في جيراننا من الكحالي عم زارعين حدنا، وحملوا مع شخص من الكحالي، إخوة اثنين مع النكبات، وحملوا وإحنا نحمل معهم، يأخذوا لنا الملان ويجيبوا الفاضي. كل يوم يجيبوا لنا حسب ما ننزل، يعني نزلنا 60 65 صندوق طرد، يعني يجيبوا لنا يأخذوا الملان ويجيبوا فاضي. استمرنا كل السنة سنة 58، انتهى الموسم عملنا حساب نطلع فيه عن نخسر، يعني الشيء اللي بلشنا فيه أول ما بلشنا بالموسم ما رجع، بدل من نربح خسرنا. بقولنا بلكي ثاني سنة منعوض. زرعنا 59 ثاني سنة برضو ما عوضنا المبلغ اللي كنا خسرانينه، ضل فيه عن نخسر. أجا رابطه قال أنا ما عادش بدي أشتغل بالزراعة، بدك تضل تشتغل بالزراعة تضل لحالك، أنا 50 دولار. أنا بدي أروح مع الورشة مع الياس المشعلاني. نعم. الياس المشعلاني هذا
التزم عمار يعني بيعمل عمار وكذا. قلت له بدك تروح انت على الورشة وانا برجع على المكبس، مكبس البطون، وعند الشخص وزاته القاسم مشعلاني عنده معمل حجار، وراح يشتغل بالورشة وانا رحت على البطون. بالورشة قديش كان يومية العمل عند اللي اسمه 6 ليرات بهذه الايام بالستين لما بنرجعنا على الورشة، رجع يشتغل بالورشة ب6 ليرات يومية. انا شو كنت اطلع بالمعمل اللي كنت ببيروت، ولما اشتغلت عنده طلع 6، انا طلع 12 13 14 يوميا قطع. نروح من اول النهار نجبل ونحضر ونقعد نجبل، ايه نطلع دبل يعني. اشتغلت رجعت بالبطون، بالبطون هاي الحجار البلوك، من 60 رجعت 63 64 60 61 62 63 64 عدت رجعت للزراعة. بلشت اشتغل بالزراعة، زرعت بال هون بسعد نايل بال 64 و 65، اشتغلت كم سنة هون وبثعلباي، بعدين اخذت ارض عند واحد هون بزحلة اسمه طانس الوصين، كمان زرعت انا وياته 2 سنين ورجعت تركته. رجعت اخذت بجديتي، زرعت 5 سنين بجديتي وقعدت رجعت تركت بجديتي، اخذت بثعلباي، ظليت هون بثعلباي من فوق 20 22 سنة. وبعدين رجعنا على سعدنا، تنقلنا من عدة مطارح، ظلينا بالزراعة المهم من سنة 64 لل 2005 سحبي وحدي ما تركش الزراعة لل 2005. من نهاية 2005 تركت. ليش تركت عمي؟ تركت خلص، قالوا لي الأولاد بكفيك شغل عادي اقعد ارتاح، احنا شو المطلوب منا حاضرين جمال وعبيد. ما تركنا عاد بداية 2006 تركت الزراعة. 2006 قلت الله اطلع اعمل لي مشوار على لعند بنتي على السويد. طلعت ب 12 تموز على السويد، ب 8 تموز والله، طلعت ب 8 تموز، ب 12 تموز حلت المعركة حرب الجنوب. ب 12 تموز انا طلعت ب 8، وصلنا لهناك على السويد صارت المعركة هون بلبنان. انا رايح زيارة على سبيل شهر ونص وراجع. لما صارت المعركة هون رجعوا هناك مددوا لي، الدولة مددت لي انه فيش امان ارجع للبنان، مددوا لي وتسحبها قديش سنة وخمسة اشهر قعدت عند البنت. بعد السنة وخمسة اشهر بلغتني الدولة، بلغوني انه بدك تغادر. بدك تغادر امتى؟ قالوا لي يوم الفلاني بتيجي على لعنا دائرة الهجرة واحنا بناخذك بسيارة على المطار. ورحت بالوقت اللي قالوا لي عنه قبل بنص ساعة كنت عندهم. مطرت لصار الترين على الساعة 6، قالوا لي الساعة 6 بدك تكون، انا 5:30 كنت عندهم. الساعة 6 طلعت معهن بسيارة، طلعت والله مع صهري مش معهن، هني الشنطة والاغراض اللي معي اوعي حطوهم بالسيارة معهن ومشوا قدامنا، وانا طلعت مع صهري وبنتي يعني راحوا رافقونا للمطار. وغدرت واجيت، جيت ب 4 كانون اول 2007، رحت ب 8 تموز 2006، جيت ب 4 كانون اول 2007، غبت سنه و 15 شهر. من بعدها ترجع تقول لي كيف رحت على فلسطين. بدي اسالك مرتك امتى توفت الله يرحمها؟ توفت بال 2005. توفت ب 14 ايار 2005. انا تركت الزراعه باخر 2005، كفيت الموسم وتركت باول 2006 كنت تارك الزراعه. كانت مريضه شيء ولا؟ 3 سنين ما بقول لك وقعت وانكسرت اول مره اجرها الشمال، وركبنا لها جهاز الورك، ورجعت بعد سنة وشي 7 8 أشهر كسرت الميل الثاني الإجر الثاني، ظلت 3 سنين نايمة يعني. بالبداية بعد ما ركبنا الجهاز العملية شي شهر زمان صارت تقوم تمشي على الوكرية وعلى العرباية، جبنا لها جبلها عبد عرباية مشي عليها.
وبعدين رجعت وقعت مرة ثانية. المرة الثانية ما عادش قامة المتخذ، يعني البنت بدأت قيمها تاخدها على شو اسمه، كان حط لها جهاز بالسقف على الكهرباء، البنت بدها تكبس شو اسمه ترفعها عن التخت على الكهرباء لحتى تقيمة بدها تغير لها بدها كده، ولما بدها تيجي تاخدها على الحمام تحممها ترفعها على شو اسمه تحدف تحدفها هيك ترجع تنزلها على الكهرباء على العرباية وتاخدها على الحمام تحممها وترجع ترجعها. المهم 3 سنين ظلت نايمه. طيب عمي في لبنان كيف كانت يعني حياة الفلسطينيين؟ هل كان مسموح لهم العمل؟ هل كان ممنوع العمل؟ من جهة العمل اشتغل شو ما بدك، ما حدا يسألك شو عم تشتغل وشو عم تعمل، اسمح لك تشتغل شو ما بدك في لبنان. ايه طيب ممنوعين الفلسطينيين من بعض الأشغال ولا لا؟ يعني في بالدوائر الدولة ممنوع، ممنوع أجل من سمع يعمل زبال بالدولة، يشتغل بالبلدية يعني يعمل زبال ممنوع، بس شغلة السهل البطون بالشو اسمه يشتغل ما حدا يمنعك. طب طبيب يعني بيقدر يفتح عيادة؟ لا ما بيقدرش. هلا ابني صار له 20 سنة، المعاش اللي بياخذه بالهلال لو انه قادر يفتح عيادة يمكن بنهار او بنهارين بيطلع معاش الشهر اللي بياخذه كله. المعاش اللي بياخذه من الهلال يمكن بيومين ثلاثة اذا عنده عيادة خاصة بيطلع. طيب مدرسين بيعينوا في الحكومة؟ الدولة؟ نعم. لا في مدرسين يعني بيغطوا، اذا مدير مدرسي واحد عنده مدرسه وبده استاذ فلسطيني بده كذا بدرس، بس مش مسموح هو، بس ما يعني والدوله بتعرف هاي الاشياء بتغض النظر. هون جارنا اشتغل بمدرسه عمر المختار صار له اكثر من 15 سنه. مدرسه خاصه؟ مدرسه خاصه مش حكومه؟ لا مش حكومه، مدرسه خاصه يعني، والدولة بتعرف انه في اساتذة بتشتغل بس بتغض النظر. طيب معاملة الدولة عم كيف يعني بشكل عام مع الفلسطينيين هون في لبنان؟ والله كل شيء واحد ما يقربش صوب النظام تبع الدولة ما حدا بيقرب صوبه. بس لما بده يتدخل الواحد بشؤونهم بكذا طبعا كلش مرتاح. طيب أستاذنا الكريم، حضرتك زرت فلسطين بعد النكبة؟ ايه زرتها بال93، قبل 93 لا. طيب يعني كيف تمت عملية الزيارة؟ كيف في قرابتنا أبو النزيه راح بربيع ال93 على فلسطين قرابة 3 أشهر و20 يوم، في ابن عمي بالداخل فلسطين من مواليد ال55 بعد ما طلعنا بده يشوفنا بده يتعرف علينا بده كذا، قال له لأبو نزيه بدي قرابتي أشوفه ابن عمي نشوفه شوف شو في عنده أولاد كذا، بيحكي معي على التلفون كذا بس بدنا نشوفه نطمن عليه أكثر كذا يقدر يجي. قال له بالصيف ما بيقدرش يجي لأنه بيضمن أرضه بيزرعه معه شغيلة ومعه كذا، بالصيف ما تتحولش، بس بالشتوية أي ساعة اللي بتعمل له تصريح بيجي بالشتوية بيقعد بدل الشهر شهرين. قال له طيب هذا قلم حبر ذكر بتعطيه وعليه رقم تلفون عندي، بس يخلص شغله من السهل يتصل فينا على رقم على هذا الرقم واحنا ناخذ. بس خلصت من السهل جهزت شقفي بدي ازرعها وكذا اتصلت فيه قلت له انا جاهز اي ساعه اللي بتعمل لي تصريح انا جاهز. ايه بده يطلب مني ايش انه الاسم حسب ما هو بالهويه، هو بيعرف الاسم يعني طبعا بيعرف بي وامي وكذا، بس بقول لك ما كان في خربطه، قال لي اعطيني الاسم المضبوط حسب الهويه اللي حاملها لانه بطلبوا مني الهويه انا على الحدود وعلى شو اسمه. اعطيته الاسم كافي راح قدم لي تصريح بس وافقوا المخابرات الاسرائيليه، اتصل فيه قال لي التصريح صار عند قوات لحد تقدر تيجي واحنا يوم الفلاني ناطرينك عند البوابه الساعة 8:30 بنكون على البوابة. وشو أنا أي ساعة بدي أمشي الساعة 8:30؟ هلا 8:30 تيجي بتبات بالصيدة عند بنتك هو. رحت قبل النهار نمت بالصيدة عند بنتي عند سارة. ثاني يوم طلعت أنا وياته ومرقنا على عمه. عمه كان رايح قبلنا على فلسطين ورايح قبل أبو نزيه كمان. وبيعرف الطريق، مرقنا على عمه خيبيو. أخذناه من الباص من سور.
وراح وصل معنا لعند القوات الدولية، مرقنا بالأول على الجيش اللبناني، أخذ معلومة عن طلب الهوية وسألنا كم سؤال، شو بتشتغل وشو في عندك أولاد ولوين رايح وعند مين رايح، أسئلة هيك، وعطينا شو اسمه، أخذ الهوية، أخذ معلومات عنها، قال بس ترجع بتمر علينا مشان نتأكد أنك رجعت. رحنا عاد أخذنا الهوية ورجعنا، مرقنا على القوات الدولية، وصلنا عند قوات لحد. قبل ما نصل الحاجز بشي 50 متر يمكن أو أكتر شوي، 50-60 متر، اللي هو صرخ علي اللي على الحاجز، قف. وقفت أنا وقرابتي اللي معي عم ولا أسر، قال ترك الشنطة عندك والختيار اللي معك خليه يروح يقعد بهالفي هناك، عاملين مطرح لطو يعني بالشتوي اللي بده يروح بقعد بلط تحت منها من الشتي وبالصيف من الحر، خليه يقعد هناك وانت ترك الشنطة وتعا. قرب عنده على الحاجز، لوين رايح؟ قلت له على إسرائيل، ممنوع تقول على فلسطين، تقول على فلسطين بقول لك فيش فلسطين، هيك منبه عليه ترجع. قلنا له على إسرائيل. قال مين في إلك؟ قلت له في إلي تصريح هون صار بالاستعلامات. قال لك أنا خليك واقف على الحاجز أوصل على الاستعلامات أشوف إذا إلك تصريح. راح على الاستعلامات قال لهم فيصل في له تصريح كذا، قالوا له إيه خليه يفوت بس بتنبشه وتشوف الشنطة اللي ما بتنبشها وبعدين بيجي لعنا. قال روح جيب الشنطة. جاء قال لي في لك تصريح روح جيب الشنطة. جبت الشنطة فتيت. قال لي افتح الشنطة. فتحتها نبشها قطع قطع. ماخذ أنا قمصان هيك ولاد عمي يعني أقرب شيء يعني، وماخذ بجيابي مسابح ولام حبر وكذا. نبش الشنطة بالأول، شالها قطع قطع، القميص البنطلون الجكيت الكذا ماخذ هواعي معي، نبشها ضبناها. قال شو في بجيابك؟ كل شيء في بجيابك حطيه على الطاولة. امتن كنت لابس جوكيت أنا، بدلي لابس جوكيت. قال لي بجيابي امتن كلهن حطيت له يعني على الطاولة، مسابح وقلام حبر وكذا. قعد نبشني هيك، ضرب ايدي على جيبتي هيك من ورا هيك، عسى هيك لقاها بتفرقع. قال لي شو هي اللي بجيبتك؟ قلت له يا عملي. قال قلت لك كل اللي بجيبك حطن على الطاولة ترجع أحسن؟ قلت له لا شو أرجع؟ امتن. قلت له عملي هاي شو بدك فيه؟ قال لي ما بدي شيء بس بدي شوفه. طلتن كنت ماخذ معي 500 دولار، وماخذ بذكر 15 ورقة ورقة العشرة يعني 150,000 لبناني. قام لقطهن صار يركشن ورقة ورقة، ما لقاش بقلبن شيء. هني بحسبوا حساب واحد يكون ماخذ له شيء رسالة للداخل، بدي نشوف وشو فيها الرسالة وراء، ما لقاش شيء، لا في لا رسالة ولا لا شيء. بس اطلع فيهم هذاك قال لي ضبهم، ضبيتهم حطيتهم بجيبتي، ضب المسابح ضبيتهم حطيتهم بجيبي وحملت الشنطة. قال لي بتمر على الاستعلامات. رحنا على الاستعلامات، فتنا قعد يسألونا لوين رايح؟ قلت لهم عندي ابن عمي. شو اسمه؟ قلت لهم محمد علي بقاعي. شو بيشتغل؟ قلنا لهم بيشتغل بالطرش وبالبوية وكذا وأشياء. شو في عنده أولاد؟ قلنا له. وأنت شو بتشتغل؟ قلنا لهم بالزراعة بالسهل. شو عندك أولاد؟ عندك أولاد؟ قلنا له أولاد وبنات وكذا. وشو بيشتغلوا؟ شو يعني أخذوا يسألوا. المهم أعطنا هن الأسماء الثانية. أولاد عم يستعوقوني. صارت الساعة 9:30 وما طلعتش، وهني 8:30 كانوا أنا أطرين على النقورة. بعثوا لي شوفير من فوق بيشتغل على الخط من عند النقورة لتحت لعند قوات لحد. قالوا له في إن فلان موجود بكون عند قوات لحد صالج بالنية. والله أنا ما فتحت الباب من الاستعلامات بدي أطلع ولا هاللي واقف برا فرد لقحه على جنبه هيك. قال لي فيصل بقاي أبو العبد؟ قلت له إيه. أطلع معي بالسيارة. لوين بدي أطلع معك بالسيارة؟ قال أطلع معي بالسيارة. أوكي أخي لوين بدي أروح معك بالسيارة؟ تغير شكل. قال لي يا أخي ليش تغير شكلك أنت وخفت وما قل لي لوين بدي اروح؟ قال لي تخافش اولاد عمك انا اللي بعثيني. اولاد عمك واقفين من الصبح الساعه 8:30 على البوابه ناطرينك. قلت له من الاول قال لي ساعتها طلعت معه بالسياره. بس طلعنا واحنا طالعين لحالي ما فيش معه حدا. شو بدك منا؟ قال عم ناخذ على الطلب 30 دولار 20 دولار 20 دولار. قلت له اذا ما فيش دولارات لبناني؟ قال 30,000 20 دولار ب 30,000.
أنا ما معي دولارات، بعيش فراطة يعني 20، كلهن وراء 100، 500 دولار وراء 100. أجيت قلت له هاي 30,000، أعطيته 30,000. قلت بديش بس أصل يعني يصلفوا أولاد عمي يدفعوا أو كذا، دفعت له على الطريق. بس وصلنا لفوق قبل ما نوصل على البوابة، في أوضة هيك على جنب، قال لي بتفوت على هاي الأوضة في بنت هون بتفتش، شوف الشنطة شو فيها. فتنا بس فتنا على الأوضة، قالت لي افتح الشنطة، فتحتها طلعت فيها، ما نبشت مثل القوات لحد قطعها، طلعت على الوجه ما في شيء، قلبتن هيك كلن قلبي واحدة، طلعت كعبة ما فيش، قلبتن ردتن ردة ثانية، سكرها سكرتها وطلعنا. طلعنا وصلنا على النقورة لهناك، رأوا هالشنطة على الجهاز على الكهرباء يشوفوا إذا في شيء قلبها، ما في شيء. فوتنا عن ضابط المخابرات، قالوا بتفوت لهون عشان نختم لك التصريح. فوتنا عن ضابط المخابرات، ختم التصريح وصار يسألني لوين رايح، ما وين رايح، وشو بتشتغل، وشو في عندك أولاد، نفس الأسئلة اللي سألوها بالشو اسمه، ليشوف إنه الأسئلة بتتغير. هني اتصال، لا مطابقة كلها على بعضها. أول رايح قلت له هاي اللي رايح لعندي نيا، واقفين على البوابة بولاد عمي ناطريني. قال هذا التصريح خذه تحطه بجيبتك، إذا حدا بتعرضك بالداخل، إذا حدا هذاك حاجز كذا، حدا بيسألك سؤال بس تورجي التصريح بتمر، ما حدا بيسألك. وعدنا هالفترة كلها واحد ما شلتش من جيبتي، حدا شاف التصريح ولا حاجز ولا غيره. طيب رحت على الدامون يا حجي؟ طبعا. شو فيها الدامون ضايل؟ الدامون صفت حرش. حرش؟ ها. في شارع بمرق بنصها من كابول، بمرق بنص الدامون، بروح على عكا، بدك تروح على عكا على حيفا كذا، بتمر بس مرور، وبعدين جنب الطريق من هون شريط ومن هون شريط، بس الشارع بالنص مشرط الدامون دير ما اندار شريط، ومن جوا حرش شجر. في لي واحد من ولاد عمي هناك بالداخل كان يشتغل عند اليهود المستعمرة، ومعه شباب من كابول بيشتغلوا معه، بيخذهن، عنده سيارة بيخذهن، وفي عنده بقرة بالبيت، أي مثل منوحة اللي بيستعملوها بيحبوها. كل يوم هو مروح على البيت بس يوصل للدمون، يوقف السيارة على جنب خمس دقايق، معه حشوشي، عندنا حشوشي بيقولوا منجل وشي، مع حشوشي من تحت الشريط بقعد بحش خمس دقايق بيعبي صندوق السيارة وبفل. في نهار من ذات الأيام اللي كان مر فيها هو عم بحش بمرق الدورية إسرائيلية، وقفوا عنده، شو عم تعمل؟ قال لهم والله بحش شوية حشيش من تحت الشريط بحط بهالسيارة، عندي بقرة. لشو عندي بقرة بطعميها؟ قال لهم كل يوم وأنا مرق بحش لي شوية حشيش لهالبقرة. قالوا له منين أنت؟ قال لهم من الدمون. قالوا له أنت من الدمون؟ قال لهم إيه. قالوا له أنت ممنوع تنزل لهون، أنت بتمر مر الطريق، إذا مرة ثانية منشوفك عم بتقص من أوسك، ممنوع أنت والله هيك قال لي منعوني. قال لي صرت أمر معش الحشيش بحيث أنه لا بفوت طرش ولا بفوت شو تحت الشريط. قال لي بخمس دقائق كنت عبي صندوق السيارة حشيش على عليها هيك كثير، لا جوا حرش كله شجر كبير، وبين هالشجر يطلع الحشيش ويعلى ويبس ويمر ويرجع، ثاني السنة بيطلع ما حدا لا طرش بفوت ولا حدا بفوت. قال منعونا. مش ضايل منها ولا إيش يا عمي لما شفتها أنت؟ فرحنا مشوار، إحنا نزلنا عملنا برمي هيك، نزلنا وين العين؟ العين مبين بعد في مهبطة في الحجار، ومبين الران والحوز والشو اسمه، مبين انه كان في هون عين ومبين، بس ما في مي. في عنا حول البلد كانت كلها زيتون، كل الزيتون مبعته اسرائيل، وزرعوا محله ابوكاتو، شجر ابوكاتو، وهي الشجر ابوكاتو راح شو البير عنا، بير العين تبع الدمون، وهم 60 متر راحوا وحشوا هني بيارة من شان الأبوكاتو، بحشوا بير الغمق 130 متر نشف البير، البير العين تبع البلد نشف، بس بحشوا بير غمقوا أكثر من البيارة القرطوازي، ومدوا نربيج حطن قيط عكعاب الشجر هاي الأبوكاتو، وصاروا بس هداك بدوروا الموتير طلعوا مي من البير بسقوا السجرية عطن قيط
عن نرويج على التنقيط. نشف البير تبع البلد. ما عملنا برمي احنا حول البلد، ما رحنا من عند مقام هي سيدنا عبد المغيض ومقام العجمي، وصلنا لهنيك لحده هيك برمي حول البلد، بريت الشريطة حول البلد. اجيت قلت له انا له ابن عمي هذا اللي اصحى شيش ومنعوه، قلت له وقت اللي وصلنا مقام العجمي، قلت له هون بصير فوق مقام العجمي بدك تقول بشي 50 متر، قلت له بصير بيت عمي منيب هون، وكان في حد مغارة فيها توابيت قديمة، هاي كان بس تبقر هيك التابوت بإيدك هور توابيت هيك. قلت له كنا نفوت نلعب بقلب المغارة، قربنا شوي هيك من بريت اشتريت طلعنا، قلت له ليك هاي في طاقة هالقد مبينة هي على الفلاحة وعلى شو اسمه، انطمت باب المغارة مع الشبايه، صار على الشتي وعلى شو اسمه كأنه حل التراب مبين طاقة هيك. قلت له هاي طاقة هاي باب المغارة هون. قال لي بتعرف قديش سرقت علي؟ بوقتها كان إنا 46 سنة، قلت له 46 سنة إنا طالعين. قال تعرف من 46 سنة لليوم مش واصلين إحنا لهون ويانا موجودين بهالهونة؟ قال لي من 46، طلعوا قعدوا بكابول، قال لي من 46 سنة لليوم هاي أول مرة هيانا إحنا وياكم جينا وصلنا لهون لعند مقام سيدي عبد المغيض وشفنا الشخص. قال ممنوعين ننزل على البلد. طبعا كيف كان شعورك وانت تزور يعني بعد 46 سنه تزور قريتك؟ طبعا بتالم الواحد. وبعدين عندنا احنا هاي المنطقه هذا الجرات الشماليه البلد اللي بصير بعد الافوكادو، كان حول البلد الزيتون، بعد الزيتون بصير عندنا هذا الموقع الجرات اللي بقول لك في عندنا فيه عنب وتين وزيتون كذا، مدري الطرش مدري إسرائيل روحته، لا عاد في زيتون ولا عاد في إشي، صفى في كعاب تبع الزيتون أو التين، صار يطلع محل الكعاب يطلع 5-6 فروعة هيك مثل الأصابع يعني. قلت له لابن عمي وإحنا نازلين على عكا بدنا نميل نخد لنا صورة بالجرد، هي الموقع واسمه الجرد، في حاطين كونتينر للنطور اللي بنطر الأبوكادو، كونتينر بالأرضات تبعنا بالجرد، يقعد بذاك ومعه سيارة، سيارته واقفة نمر نلاقي هالسيارة حدا الكونتينر، والبوابة اللي بتروح على الجرد مسكرة، حاطين بوابة مشرطين حاطين بوابة. في نهار رايح على عكا أنا وابن عمي وابنه شاب 19-20 سنة، رايحين على عكا لقينا البوابة مفتوحة، قلت له علي هاي البوابة مفتوحة ما يقل نروح نخد لنا شي صورة. والله فتنا بدك تقول شي 20-30 متر، أثري النطور مش قاعد بالكونتينر قاعد بالسيارة، الكونتينر ببينش قاعد بالسيارة وبراقب أي حركة كذا، بس شافنا فتنا دور السيارة ولقانا نطور، فكرنا إسرائيلي. قلت له يا علي رجع يا عم وقف عند البوابة اللي يجي يقوم يعملنا شو قصة، أنا جاي يعني زيارة نروح يعتقلنا ولا نحبس وكذا، عمالك ليجي وتنزل تحكي معه. رجعنا لحد البواب وقف، إجا النطور وصل، نزل ابن عمي من السيارة قاعد يحكي معه بالعبراني، قال له في ابن عمي جاي من لبنان زيارة، وهذا الموقع اللي حاطين فيه الكونتينر محل ما أنت كنت واقف بسيارتك والكونتينر، هاو الأرضات إنا ولا بيت عمي، هاي ابن عمي جاي من لبنان زيارة وحابب يفوت يعني ياخذ صورة إذا بتسمح. ياخذ صورة ذكرى يعني إنه هاي هون أرض كذا. قال له ليش عم تحكي معي بالعبراني؟ قال له كان شو بدي أحكي؟ قال له احكي عربي. قال له حضرتك عربي؟ بيعرفوش بعضهم. قال له حضرتك عربي؟ قال له إيه؟ قال له منين أنت؟ قال له من معار. هني بالمدينة بينزل على المدينة عكا حيفا أي مطرح بيحكوا مع بعضهم بالعبراني. بس بالقرية بالقرى كلها عرب بيحكوا عربي، هو هذا نطور فكروا إيش؟ فكروا إسرائيلي، فكروا إسرائيلي، طلع من معار. قال له هو ممنوع بس بحيث جاي زيارة من لبنان تفضلوا فوتوا خذوا صورة. فتنا وصلنا رحنا وقفنا حد عروق هاي كعاب الزيتون والتين في فروعة طالعة هيك صغيرة، أخذنا صورة، هو أعطى ابن عمي الكاميرا، وقفت أنا وابن عمي وابنه أخذنا صورة، أخذنا صورة باتجاه الأبوكاتو،
بعدين ابن عمي اخذ الكاميرا منا اعطاها لابنه قال له وقف معنا بدنا ناخذ صوره معك. وقف معنا باتجاه الابوكاتو واجا ابنه لابن عمي اخذ لنا صوره وما طولناش يعني ابو 10 دقائق وطلعنا. طيب عمي انتوا ابناء قريه الدامون في لبنان، لكم جمعيه، لكم رابطه، لكم صندوق؟ احنا هون بالنسبه لنا هون بسعد نايل بدك تقول من شيء 8 سنين او 10 سنين بصير بتعرف بصير في مناسبات فرح كره كذا نروح نجيب نستاجر كراسي نجيب كذا مشان هيك شغله. بعدين قالوا ليش حتى نجي نستاجر وكذا، ليش احنا نعمل الجمعيه ونعمل صندوق للعيله كعيله يعني بيت البقاعي ونجيب كل شيء. اتفقوا ورجعوا شرينا هلا عندنا شيء 250 كرسي للعيلة في مقر ولا بدون مقر؟ في مطرح حاطين فيه وشرينا طاولات مثل مصير مناسبة فرح أو كره طاولات شو اسمه وإلهن قاعدة حديد يعني طاولات بنحطوا عليهم بنمدوا بنضبوا وقت اللي بدين. شرينا طاولات وشرينا كراسي وشرينا شادر وقت اللي بصير مناسبة نصبوا الشادر حطوا الكراسي بتقعد العالم تحت الشادر، شادر مسكر على الداير يعني شادر كبير يعني بسعر الكراسي اللي جايبينها وزيادة. وشرينا شو اسمه من القهوة من الكبار هذا كبير وعدة قهوة يعني عبد ابني وصى عليها شباب بيطلعوا من المخيم بيطلعوا على حمص بوقتها وصاهم وجابوا لنا عدة القهوة هاي طائم قهوة عبريق كبير وصغير وركوات وكذا طائم قهوة والمنقل وكذا يعني عاملين احنا هون رابطة يعني رابطة آل البقاعي بالنسبة لعنا لسعد نايل. وبالنسبة لجماعتنا اللي بالباص ذيك اليوم كان في مناسبة عنا رحنا شفنا محطوط رابطة كاتبين رابطة أهالي الدمون يعني اللي بالباص فيهن زياد وفيهن بقعي يعني رابطة أوسع شوي لأهل الدمون. طيب عمي أنت حضرتك مسجل في سجلات وكالة الغوث عندك كالة معان يعني نعم. طيب وكالة الغوث تراجعت عمي في خدماتها للاجئين أو قلصت خدماتها للاجئين؟ قلص خدماتها دائما بتراجع دائما بتتراجع بتراجع. طيب عمي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار رقم 194، هذا القرار صدر بعام بشهر 12 عام 1948 هذا القرار حجي أقر بحقك بالعودة إلى ديارك مزبوط. واسترداد ممتلكاتك وتعويضك عن وتعويضك عن معاناتك الشديدة خلال 63 عام إذا توفرت لك فرصة العودة إلى الدامون ترجع حجي ولا ما بترجع؟ والله أنا إذا بصير لي أرجع بروح بنصب خيمة تحت الزيتونة أو بأي مطرح لو هلأ مثل عنا موقع هاي الجراد لا في زيتونة ولا في طينة بنصب شادر فيه وبقعد هذا قريب على البلد أنه البلد فيش بلد حرش يعني أو بالسهل أو أي مكان بعمل خيمة بعمل تخشيبي شو مكان وبقعد فيها وبضل شعور حتى في ظل الاحتلال الصهيوني حجي ممكن ترجع؟ زي أولاد عمك اللي الآن في ظل الاحتلال الصهيوني لا إذا بصير في جامع شمل مش جامع شمل عمي إحنا بنحكي عنك أنت أنت إذا توفرت لك فرصة العودة حتى في ظل الاحتلال الصهيوني لا ما برجعش ليش أنا برجع وكون معرض لأي خطر ليش لحتى أرجع طيب ولاد قاعد هون ومأمن طيب أولاد عمك برضو هيو موجودين هناك طيب أولاد عمي صاروا حاملين الجنسية الإسرائيلية حط الجنسية على جنب حط الجنسية على جنب العراق احتلت من الأمريكان وناس طلعوا من العراق الاحتلال ما طلع لسه بس ناس رجعت كويس يعني هذه بلدك أنت ما بترجع لها حتى لو كان في احتلال ما هي شعبنا هو إسا هن اللي بالداخل إسا إذا بده يصير في اعتراف في هاي الدولة اليهودية هن معرضين للهجرة كمان إحنا عم ما بنحكي عن اعترافات إحنا بنحكي عن إنه أنت إذا توفرت لك فرصة العودة حتى في ظل الاحتلال ترجع ولا لا لأنه برضو حجي أبناء عمك هي موجودين تحت الاحتلال مزبوط يعني مش إحنا مش أحسن منهم هو الأكثرية هناك يعني طيب ليش ما ترجع؟ والله هديك الساعة بتشاور هو أولاد الواحد طيب بشوف الرأي طيب حجي بعد 63 عام من التشرد والشتات
ومعاناة. ممكن أنا أوافق أرجع، ممكن أولادي ما يوافقوش، يقولوا نرجعش تحت الانتداب الإسرائيلي أو تحت الحكم الإسرائيلي. مثلاً إحنا مثلاً كنا منظمين، مثلاً أولادي جمال وعبد والبنات كنا منظمين بالجبهة الديمقراطية. كلكم عائلة بالجبهة الديمقراطية؟ آه كلنا بالجبهة الديمقراطية. طيب عمي، بعد 63 عام من التشرد والشتات ومعاناة السنين الطويلة هذه، بتعتقد إنه يعني المجتمع الغربي تحمل مسؤولياته تجاهك وتجاه أبنائك وتجاه القضية الفلسطينية؟ وين شو وين المجتمع الغربي كله مؤيد لإسرائيل؟ وين هو عم بيعترف فينا بالأول؟ مو كله بيعترف لإسرائيل مؤيد لإسرائيل. يعني حجي ما تحمل، ما لم يتحمل مسؤولياته تجاهك؟ لا بتحمل ولا بتعرف. طب حجي بتعتقد أيضا، سؤالي الثاني، بتعتقد إنه الإعلام العربي ساهم في إبراز القضية الفلسطينية كما يجب أمام العالم الغربي، ولا كان مقصر وكان دون المستوى المطلوب؟ كان متواطئ، كل العالم متواطئ حاجة. كمان يعني شو هم؟ طيب شوف، ما هو كان مثل حسن مبارك قديش ظل بالحكم؟ 32 سنة. طيب ما هو كان ضد ضد غزة وضد الشعب الفلسطيني وضد كل الحركات. لا احنا حاجة بنحكي عن الإعلام، يعني التلفزيونات الإذاعات ساهمت في إبراز القضية الفلسطينية ولا لا؟ ما انت بتعرف إذا ساهمت أو ما ساهمت. أنا سؤالي إلك يا حاج، أنا بعرف، بس أنا شو رأيك أنت؟ يعني أنت كلاجئ وكإنسان يعني عانيت الأمرين. والله احنا ما حدا ساعدنا بشيء، كل طيب عمي، إذا عرض عليك التعويض المالي هل تقبل أم ترفض يا حمجي؟ والله إذا في أمل برجو لا برفض، ما يعني لو بيقولوا لي عن أنت ما عندك أمل برجو يا حمجي؟ في أمل برجو، إحنا متأملين، منقول يوما ما إسرائيل لازم تزول، هو رب العالمين بيذكر فيها أنه إحنا الشعب المقاتل إلى يوم الدين، الشعب الفلسطيني، الشعب المجاهد إلى يوم الدين. ما رب العالمين بيقول هذا الكلام؟ إحنا نيجي إحنا بنقول إسرائيل لابد لازم تزول. لذلك أنت حجي ترفض التعويض؟ آه طبعاً، شيء أكيد بنرفض التعويض. طيب نعتبر هذا وصية شرعية لإلك لأبنائك ولأحفادك أنهم يرفضوا التعويض يا حجي؟ آه طبعاً، شيء أكيد. طيب شو بتوصي عمي أبنائك، وشو بتوصي أبنائك أيضاً من الشعب الفلسطيني بما يخص القضية الفلسطينية؟ شو رسالتك لهم؟ رسالتنا احنا نرفض اي تعويض او اي مطرح نسكن فيه بديل عن بلدنا. يعني لازم اذا بصرنا نرجع، احنا نرجع لوطننا لبلدنا. طيب عمي، احنا في نهايه هذا اللقاء انا وزملائي في فلسطين في الذاكره بنتقدم لحضرتك بجزيل الشكر وعظيم الامتنان، يعني على استقبالك الدافئ وكرم الضيافه، وأيضا على المعلومات القيمة اللي حضرتك زودتنا فيها عن الدامون وعن تجربتك الشخصية. وأيضا احنا بنشكرك على موقفك من موضوع حق العودة وتمسكك بأرضك والعودة إلى فلسطين، ويعني أمنياتنا إليك بالصحة والعافية. الله يبارك فيك، إن شاء الله أن ربنا يطول في عمرك. أهلا وسهلا، وإن شاء الله أنه بأقرب وقت احنا وياك في الدامون بإذن الله تعالى. إن شاء الله. وبرضو احنا فرصة يعني نشكر الأستاذ نجيب صوان أبو محمد الذي أرشدنا إلى حضرتك، وشكرا جزيلا عم. يا هلا فيك، أهلا وسهلا. الله يبارك، أهلا فيك، تسلم، يا مرحبا.